متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع. هذا الأسبوع يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في قسمها الأول بالمقارنة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية وخلال الأسبوع الماضي. تعود درجات الحرارة تقريبا إلى مستوياتها المعتادة، ولكن من المتوقع عودة درجات الحرارة للارتفاع في نهايات هذا الأسبوع. اليوم الأحد يتوقع أن يكون الطقس مغبرا في العديد من الأنحاء، والخاصة في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، التحديد على السفوح الشرقية للمرتفعات الجبلية، ويشمل بذلك مثلا مناطق الإحساء، الحفوف، أجزاء من الرياض، وادي الدواسر، إضافة إلى ربما وصول هذه الموجات الغبارية إلى المناطق الجنوبية الغربية بما فيها نجران. درجات حركة من نلاحظ هي أقل من المعتاد، 26 درجة مئوية العظمى في العاصمة الرياض والصغرى 16 درجة مئوية، 19 إلى 8 في المناطق الشمالية، 24 إلى 11 في تبوك والمنطقة الشمالية الغربية، في جدة 29 إلى 25، 24 إلى 12 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، أما في المنطقة الشرقية والدمام من 24 إلى 20 مع أجواء مغبرة ورياح نشطة في معظم الأوقات. أما يوم الاثنين فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء مستقرة في كافة ومختلف المناطق. تتهيأ الفرص لبعض الزخات المحدودة من الأمطار فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تبقى الرياح الشمالية النشطة في المنطقة الشرقية والدمام مع أجواء مغبرة قد تكون إلى الداخل والمناطق الداخلية، وتبقى درجات حرارة هناك في نفس تقريبا المستوى 25 إلى 20 درجة مئوية، وفي العاصمة 28 إلى 17 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في أغلب المناطق، تكون مثلا في العاصمة الرياض 31 إلى 21، 28 إلى 21 في المنطقة الشرقية والدمام، 25 إلى 14 في المناطق الجنوبية الغربية، لكن تبقى على نفس ما هو الحال في الأيام السابقة. في جدة 29 إلى 26 درجة مئوية، في تبوك 29 إلى 12 درجة مئوية. أما في المنطقة الشمالية من المملكة ومناطق الحدود الشمالية تنشط الرياح وتتشكل موجات غبارية، كما يحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في تلك المناطق، وتكون العظمى 25 في ساعات النهار والصغرى 12 درجة مئوية. يوم الأربعاء يتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويميل الطقس الحرارة أكثر يوم الأربعاء، تصل مثلا في العاصمة الرياض إلى 35 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 25، 31 إلى 23 في المنطقة الشرقية، 29 إلى 16 في الحدود الشمالية، 27 إلى 12 في تبوك، 30 إلى 26 درجة مئوية في جدة، و26 إلى 14 درجة مئوية في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية مع أجواء مستقرة في كافة المناطق. المزيد من الارتفاع متوقع درجات حرارة يوم الخميس، لتصبح الأجواء حارة بوجه في المنطقة الوسطى والشرقية، 37 درجة مئوية في العاصمة الرياض والصغرى 27، 35 إلى 25 في المنطقة الشرقية، 27 إلى 14 في جبال جنوب غرب المملكة، ارتفاع قليل درجات حرارة في جدة 31 إلى 25، 25 إلى 10 درجات مئوية في تبوك والأجواء مشمسة، 29 إلى 12 درجة مئوية في المنطقة الشمالية مع أجواء مغبرة وتشكل لموجات غبارية نتيجة هبوب لرياح غربية نشطت السرعة. ويوم الجمعة يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبقى الأجواء حارة بوجه عام في المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة مع درجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية، لكن يتوقع أن تهب رياح نشطة على المناطق الغربية والسواحل الغربية بما فيها سواحل جدة، وتكون العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية، 26 إلى 14 في جبال جنوب غرب المملكة، 23 إلى 10 درجات مئوية في المناطق الشمالية الغربية، كذلك أمر في الحدود الشمالية مع نشاط في سرعة الرياح. هذا إذن ما كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة لهذا الأسبوع، الأسبوع الأخير تقريبا من شهر مارس لهذا العام. نسأل الله أن يجعله أسبوعا خيرا وبركة عليكم جميعا. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.